البطاطا الحلوة لتنظيم السكر اللي موجود في الدم، ومش بس كده، لا ده بتحافظ لك على صحة الأعضاء كلها، منها البنكرياس والقلب والأوعية الدموية، فهي مفيدة جدا جدا. عمرك سمعت إن البطاطا الحلوة اللي ليها فوائد لمريض السكري؟ طب إزاي ناخدها وإيه الطريقة اللي ناخدها؟ كل ده في الفيديو، وإيه أهميتها وإيه أضرارها، كتر استخدامها بيرفع السكر، عشان كده هقول لك أحلى طريقة تستخدميها. وتسألي نفسك سؤال، هوقف العلاج معاها ولا لا، وإزاي أخليها تشتغل بسرعة وتجيب نتيجة بسرعة؟ تعالوا في الفيديو نشوف كل التفاصيل ده، بس نرجو منك تعملي لايك للفيديو ده وتشهريه لكل الناس، وما تنسوش يا جماعة تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديدنا. يلا بينا نشوف أهميتها. يعني الخضار اللي معانا ده بينزل السكر في نص ساعة فقط، ازاي وايه الطريقه اللي ناكله بيها او نستخدمه بيها، هو ايه دي اصلا، وهل نوقف العلاج معاه ولا لا، او نعمل ايه تاني عشان يزود شغله، كل ده في الفيديو اكتر. فالمعلومات اللي فيه قيمه جدا، بنرجو بس منكم الناس اللي مش مشتركين في القناه يا ريت ينزلوا يشتركوا ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد، والناس القديمه اللي مش مفعلين زر الجرس يا ريت ينزلوا يفعلوه، وعشان اي وصفه تنزل لكم او اي معلومات قيمه تنزل لكم. الفقره دي عباره عن معلومات، كلها معلومات عن ايه؟ ايه اللي معانا بقى؟ دي بيسموها البطاطا الحلوه، دي البطاطا الحلوه او البطاطا السكريه، او بيسموها القلقاس الهندي، أو البنفسجيه والحمراء زي دي كده، والبيضه، ودي بقى تقريبا فيها بنفسجي وايه واحمر. لقوا ايه بقى؟ لقوا في الدراسه ديت ان البطاطا البنفسجيه والبيضه بتعمل على خفض سرعه نقل الجلوكوز. ايه يعني ايه يعني؟ يعني بتقلل مستويات الجلوكوز في الدم تقريبا بعد 30 او 60 دقيقه، يعني نص ساعه او ساعه بالظبط، لقوا ان هي بتقلل السكريات. طيب ايه تاني ليها؟ ليها بقى فوائد صحيه وقيمه غذائيه عاليه لينا كلنا. يبقى انت اختصارها لينا ان هي لمريض السكري بتنظم السكر في الدم، خصوصا لو كلت وجبه دسمه او حاجه ونفسك تنزل السكر بسرعه، هي حلوه. طيب هل ليها فوائد ليك؟ ليها فوائد تانية ليك كتير ولينا كلنا، يعني لكل الناس ممكن تاكلها. ليه؟ غنيه بفيتامين الف، البطاطا من اشهر الاطعمه اصلا اللي بتحتوي على الفيتامين الف، وبتحتوي على مضادات اكسده، وانتوا عارفين ان فيتامين الف مهم في ايه؟ في صحه النظر، لو نظرك فيه مشاكل فهو حلو ليه. مش بس كده، ان هي مهمه لصحه الجلد والانسجه عموما، وفيها البيتا كاروتين اللي هي مضاد اكسده جوي. فيها بقى فيتامينات بيحتاجها مريض السكر، فيتامين بي 6 وفيتامين بي 1 وفيتامين بي 5، وبالاضافه ان هي فيها حديد وفيتامين سي واي وبوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم ومنجنيز، يعني مهمه لصحه العظم، مهمه لصحه الانسجه، مهمه لصحه القلب، مهمه لصحه لو حصل جروح او غيره. الفوائد الكتير دي بتجعل البطاطا غذاء مهم ومفيد جدا لصحه الانسان، خاصة بالنسبة لإيه؟ لمريض السكري. الدراسات اللي بحثت في فوائدها بالنسبة لمريض السكري كتير جدا، وفوائد البطاطا اللي احنا شايفينها دي لمريض السكري كتيرة جدا، وممكن تتأكدي من اللي أنا بقوله إنك تخشي تبحثي وتشوفي مصادر موثوقة منها، وهتلاقي الكلام اللي أنا بقوله كله. يتعرض مريض السكري بقى في الكثير من الأحيان للإصابة بأمراض قلب وشرايين، صح؟ وتعد امراض القلب دي حاجه خطيره. احمي لك المشاكل الخاصه بالامراض القلب والشرايين والاوعيه الدمويه، البطاطا. البطاطا بتحميك من النوبات القلبيه والسكتات الدماغيه برضو. ليه؟ لانها بتخفض ضغط الدم المرتفع. لقوا ان كل 100 جرام من البطاطا ديت بيحتوي على 400 مللي جرام من البوتاسيوم، ومعروف البوتاسيوم ايه؟ له فوائد قويه في خفض مستوى ضغط الدم، والبوتاسيوم مهم لصحه القلب، فهي مهمه. بتحتوي البطاطا على نسبه كبيره من الالياف الطبيعيه، والالياف بتساعد في عمليه تبطؤ عمليه ايه؟ تحويل الاكل للجلوكوز، فهي بتديك فرصه انك انت السكر ما يعلاش مره، تمام. وبتزيد برضو من وبتزيد ايضا من امتصاصه في الدم. طيب وبالتالي في البطاطا بتخفض مستوى السكر في الدم، وبتمنع ارتفاعه بعد وجبه الطعام. اكلت وجبه ولا حاجه وخاف قوي ان هي ترتفع، فهي مفيده قوي قوي، لانها الالياف اللي فيها قويه وبتحسسك بالشبع. ومش بس كده، احساس بالشبع ذات نفسه في ناس بياخدوها للتخسيس، فهي مفيده. الالياف اللي فيها قويه جدا، وفيها مضادات اكسده زي البيتا كاروتين.
مش بس كده، لا ده مهمة لصحة الجهاز البولي. ليه؟ هي مضرة للبول، وده بيؤدي برضو لانخفاض ضغط الدم وبتخفض مستوى السكر المرتفع. برضو كلمة مضر للبول، وخصوصا الناس اللي عندهم ايه، مية متخزنة في الجسم، ودول بقى ايه اللي عندهم ضغط وغيره، فلقوا ان هي مضرة للبول، يعني بتنزل المية المتخزنة في جسمك. تمام، فهي مفيدة قوي لما تنزل البول كده، مفيدة للضغط وللسكر. الضغط هتقلل الضغط، والسكر هتاخد السكر وهي نازلة مع المية. تعمل البطاطا الحلوة على الحماية من مضاعفات مرض السكر. فمضادات الأكسدة اللي موجودة فيها أصلا بتقي الكبد والكليتين والبنكرياس والقلب وغيرها من أعضاء الجسم اللي هي أصلا مرتبطة بمشاكل الإيه، السكر. وعشان أصلا توصلي لنتيجة كويسة لازم تكوني مهتمية بأكلك، ما تزوديش سكريات، مهتمية بنظام غذائي كويس، ولازم تكوني بتعملي رياضة. رياضة يعني مش رياضة عنيفة، مجرد انك قاعدة بس وتحركي ايديك، تحركي رجلك، انك تشغلي الدورة الدموية بحيث ما يحصلش تقلطات او غيره. طيب عشان برضو سؤال مهم، هل افضل ماشي على علاج؟ طبعا مفيش اي، دي حاجة يعني ايه، ناكلها وما نكترش منها. طبعا ناكلها بتظبط لنا الدنيا، انما مش علاج نهائي، مفيش علاج نهائي، يعني محدش يضحك عليه. طيب ليها أهمية تانية، طبعا طبعا بتحافظ على صحة الجلد والبشرة. ليه؟ لأنها غنية بفيتامين سي، ومن المعروف إن فيتامين سي ده بيحمي البشرة والجلد. ومرض السكري بيلعب دور أصلا إن هو بيعمل أضرار في الجلد وبيسبب مشاكل كالقدم السكري وغيره. والبطاطا هنا بيحمي البشرة من الأضرار اللي هتحصل، زي التئام، بيعمل على التئام الجروح وغيره، لأنها غنية بفيتامين سي. إزاي؟ السؤال المهم، ازاي تتناولي البطاطس، البطاطا، وخصوصا لمريض السكري، كيفيه تناول البطاطا لمريض السكري. لازم تعرفي ان مميزات البطاطا الحلوه انها يمكن تناولها بكذا شكل. ازاي بقى؟ يمكن تسلقها وتقشريها بعد السلق وتاكليها، زي ان عارفه الناس اللي بيسلقوها وتبدا بقى بياكلوا القلب اللي فيها بعد ما يشيلوا القشر ده. طيب في طريقة تانية طبعا، ويمكن ادخلها في عدد كبير من انواع الحلوى. على فكرة في ناس بيعملوا بقى حلوى، لا بس لازم بيعمل على التئام الجروح وغيره، لانها غنية بفيتامين سي. ازاي؟ السؤال المهم، ازاي تتناولي البطاطس، البطاطا، وخصوصا لمريض السكري، كيفية تناول البطاطا لمريض السكري. لازم تعرفي ان مميزات البطاطا الحلوة انها يمكن تناولها بكذا شكل. ازاي بقى؟ يمكن تسلقها وتقشريها بعد السلق وتاكليها، زي ان عارفه الناس اللي بيسلقوها وتبدا بقى بياكلوا القلب اللي فيها بعد ما يشيلوا القشر ده. طيب في طريقه تانية طبعا، ويمكن ادخلها في عدد كبير من انواع الحلوى. على فكره في ناس بيعملوا بقى حلوى، لا بس لازم